اهلا بكم احبتي المشاهدين بحلقه جديده من برنامج تراث الموصل. هذه الحلقه خصصناها عن اسواق الموصل في راس الجسر. راح نتناول كل ما يخص هذه الاسواق واهميه هذه الاسواق. تابعونا. تتميز مدينه الموصل بموقع استراتيجي مهم وتشكل قاعدة أساسية لإقليم الجزيرة الذي ساهم في تطور نشاطها الاقتصادي، وكان للنشاط التجاري النصيب الأكبر من ذلك النشاط، حتى وصفها أحد البلدانيين بقوله إنها محطة الركبان، ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان. لقد استفادت الموصل من موقعها الجغرافي بين مختلف الجهات، فجاءها الأعراب من البادية والأكراد من الجبال يبتاعون منها وما يحتاجونه وينقلون عبرها إلى مختلف المناطق المجاورة، كما أن البضائع تمر خلالها إلى مناطق أخرى، فتنتقل بضائع الهند وفارس عبر الموصل إلى إسطنبول. ولا ننسى طريق الحرير وطريق التجارة بين الموصل وحلب. إن النشاط الاقتصادي للمدينة الموصل عبر عن نفسه من خلال الأسواق العديدة المنتشرة في مدينة الموصل، والتي تميزت بالتخصص والتنوع والسعة. ومنذ مطلع القرن 18 أخذت المدينة تتسع وتنشأ فيها الأسواق، فتحولت مرة ثانية إلى واجهة اقتصادية للعالم، وصارت القوافل تنقل منتجاتها منها وإليها، وأخذت تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأخرى. أحبتي المشاهدين، عدنا وياكم للحديث عن أسواق الموصل القديمة، والأسواق أيضا يعني تقسمت ما بين خانات وأسواق. ودائما يذكرها الدكتور محمود صالح أنه حلاوة الأسواق مالنا هي بتخصصها. حتى الحديث منا على سبيل المثال السرشخانة، هاي السرشخانة شارع السرشخانة خاص بالألبسة النسائية، عندنا الدواسي أيضا مستحدث جديد خاص بالألبسة الرجالية، عندنا شارع حلب كل ما يتعلق بأمور الراحة أو السكن للقادمين من القرى والأرياف أو حتى خارج المحافظة. راح نبدي مع الدكتور محمود صالح يحدثنا عن غاس الجسر. هاي غاس الجسر اشتهر حتى خارج العراق، يعني المغتربين من القلو خارج من القلو غاس الجسر يخليك غير حل على الأسواق. السوق صح. مرحبا دكتور. مرحبا. دكتور، اليوم حلقتنا يعني خصصناها عن الاسواق، بيش تتميز اسواقنا؟ وقبل ان ناخذ بيش تتميز اسواقنا اريد نعرف ليش يعني غاس الجسر هو صار مثل ما يقول عنوان لاسواق مدينه الموصل. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك استاذ زياد، وتحيه لجميع مشاهدينا على قناه الفضائيه الموصليه، ونحن نوثق جوانب مهمه من تاريخ مدينة الموصل وتراثها العريق. لا شك أن النشاط الاقتصادي لمدينة الموصل هو واحد من أهم الأنشطة التي تميزت بها مدينة الموصل منذ نشأتها سنة 16 هجرية. فيما يخص يعني دائما سؤالك أنه يسمونه غاس الجسر، لأنه أقدم جسر في مدينة الموصل كان يقع في هذه المنطقة، وفي هذه المنطقة نشأت على أثرها السوق، أقدم سوق أيضا في مدينة الموصل، فسمي حتى هذا السوق باسم سوق باب الجسر. ولكن يعني قدم هذا السوق لا يعني أنه أقدم سوق في مدينة الموصل. احنا نلاحظ أنه نشأت الأسواق
في مدينة الموصل عموما نشأت مع نشأة المدينة، وكان نشأة المدينة سنة 16 هجرية، تبلورت ثلاث أسواق رئيسية اللي هي سوق الشعارين وسوق القتابين وأيضا سوق الحشيش، وهذه كانت في حقيقة بدايات نشأة السوق في مدينة الموصل. وذكر الدكتور أحمد قاسم الجمعة وذكرت لجنابك أنه أيضا سوق الميدان، نعم، كأول سوق يعني يختص بالأمور العسكرية، ذكرتك بالضبط، اللي هو يقع مثل ما قلنا في هذه المنطقة، نعم، القريبة من المسجد الجامع القديم. أيضا شهدت الأسواق في مدينة الموصل في العصر الأتابكي أيضا نهضة اقتصادية هامة. تحدثنا المصادر التاريخية عن وجود خانات وقيصريات كثيرة، من ضمنها قيصرية السبعة أبواب اللي أنشئت في عهد الأمير مجاهد الدين قيماز اللي بنى جامع الخضر. لكن في حقيقة الأمر السوق الأسواق خلينا نقول تبلورت بشكل هائل ومتطور جدا مع العهد العثماني، رغم أن يعني الرحالة العرب المسلمين اللي جاءوا وزاروا الموصل رصدوا بعض الأنشطة اللي كانت تتميز بيها أسواق الموصل، وأيضا نلاحظ أنه ابن جبير على سبيل المثال يقول أسواق الموصل أسواق كبيرة، ويصف العاملين في هذه الأسواق بأنها يعني ما تلقى منهم إلا وجه طلق ومعاملة كريمة، هذه ما ذكرونه في السابق. لكن مثل ما نتحدث دائما أنه في العهد العثماني تحديدا، وخاصة يعني مع مجيء الحكم المحلي في القرن الثامن عشر واللي استمر يعني تقريبا إلى عام 1834، شهدت الموصل طفرة اقتصادية كبيرة من ناحية نشأة الأسواق والخانات والقيصريات. فتذكرنا المصادر التاريخية أنه في الموصل يعني نشأت أسواق كثيرة، السلام عليكم، ونشأت أيضا خانات، السلام عليكم، كثيرة. الشيخ قلبي الله يحفظك، فضل من الله، الله يبارك فيك. هذه الخانات الكثيرة التي نشأت وصل عددها في بعض الأحيان إلى أكثر من 35 خان، هناك أكثر من 10 قيصريات وغيرها من الأنشطة. بالعموم إحنا ممكن أن نتكلم عن أسواق مدينة الموصل أنها أسواق تخصصية، وأيضا انقسمها من حيث النشاط الاقتصادي مالها أنها أسواق يعني تعاملت كتجارة عامة وتجارة إقليمية وتجارة محلية. التجارة العامة أنه هي الموصل أيضا تعاملت مع دول خارجية، تعاملت مع أوروبا، تعاملت مع الصين، مع الهند، كانت موجودة تجارة مع حلب، مع اسطنبول، مع حلب نسميها التجارة الإقليمية، نعم، مع حلب، مع دمشق، مع بلاد فارس، مع بلاد اسطنبول، هاي يسموها التجارة الإقليمية، نعم. وعندنا أيضا التجارة الثالثة التجارة المحلية اللي هي علاقة الموصل مع الأرياف والقرى والقصبات المجاورة لها. إذا ثلاثة أنواع من التجارات مورست في مدينة الموصل. تجارة عالمية، طبعا هون ظهرت بيوتات موصلية يعني مارست هذا النوع من التجارة، يعني عندنا مثلا بيت الصابونشي، بيت الدباغ، بيت حمو القدو، بيت الجادر، هذول كانت تجارتهم عالمية. ذكرت أنت دكتور بحد العلاقات يعني من ضمن الصناعات اللي كانت يتاجرون بها بالدول العالمية مثل ما تفضلت اللي هي أقماش المرسلين، بالضبط، كان يصنع في هذا في السابق، نعم بالضبط، ويصدر الى الخارج، بالضبط، واغلى انواع وارقى انواع الاقمشه هو المرسلين، بالضبط. هون بقت نحن نلاحظ نوعيه التجاره بالموصل اللي مارستها اسواق الموصل، ما هي ابرز البضائع التي تاجرتها الموصل مع المجاوره، طبعا مع البلدان المجاوره. لا شك انه في مقدمه البضائع هي الأقمشة القطنية
والحريرية والصوفية. هذه كانت في مقدمة الأمور التجارية اللي كانت التاجر بها الموصل مع الدول المجاورة. إذا نحسبها بصراحة دكتور، يعني جنابك دائما تذكر أنت يعني المصران والصوف والجلد والحبوب والعسل بالضبط وزيت الزيتون بالضبط، هاي كلها يعني كانت تصنع في هذه المدينة، في هذه المدينة بالضبط. وما بس تصنع، أيضا يعني القرى المجاورة تجيبون هذه البضائع وأيضا من الموصل تنطلق تخرج. فإذا قلنا احنا بالدرجة الأساسية الأقمشة القطنية والحريرية، عندنا الحبوب، الحبوب الحنطة الشعير غيرها أيضا نتاجر بها كنا. عندنا أيضا تجارة الأغنام مشهورة كانت بالموصل، وأيضا تجارة الخيول. يعني أكو كان سوق بالموصل القديمة اللي هو تقريبا في سوق باب الطوب، في سوق باب الطوب يسمى سوق الخيل. نعم سوق الخيل مشهور بالموصل للأمانة، ويتاجر بها يعني الموصل للأمانة الخيول التركية والإيرانية والعربية. الموصل كان بيت الطوالب، بيت الطوالب مشهورين بها. نعم. بهالاتجاه كانوا ياخذوها من هوني أم يجمعوها من القرى بالضبط ويتاجرون بها مع الهند، مجموعة إلى البصرة، إلى البصرة ومن البصرة تصعد على بواخر تصدر إلى الهند. وحتى عندهم وكيل، يعني وكيل موجود بالهند، وكيل من الطوالب، أبناء موجود حتى تزوج هناك طبعا. فهاي من هاي الناحية تكلمنا عنها. إذن سوق مثل ما قلنا تجارة الأغنام وتجارة الحياة، أيضا حتى عندنا على مستوى الأواني والفخاريات يعني الأواني المنزلية وغيرها أيضا تاجرة الموصل بهالاتجاه. فإذا تنوع هائل في أسواق مدينة الموصل من حيث تجارة الأقمشة، من حيث تجارة الحبوب، من حيث تجارة السلام عليكم الخيول، من حيث تجارة الأغنام أيضا ومن حيث تجارة الأواني وغيرها. تحدثنا عن الأسواق، نحن أيضا عندنا خانات من ضمن الأسواقية أو جزء لا يتجزأ من الأسواق، من الأسواق صح، أو نعتبره فقط عنصر مهم في التجارة. تمام. إذا كانت داخلية أو خارجية، أو خارجية نعم، من وإلى بالضبط الخانات. نعم. فتحدثت عن أهمية الخانات أيضا دكتور. مثل ما ذكرنا دائما إحنا أسواق الموصل هي احتوت على كافة الـ الأمور التي تهيئ لنجاح هذا السوق. فالسوق ولدت منه مجموعة من الخدمات، من ضمن الخانات، نعم، من ضمن القيصريات، من ضمن المقاهي، من ضمن الحمامات، من ضمن الخانات مثل ما ذكرنا، والحمامات والمقاهي والمطاعم. فتخشع السوق، سوق الموصل القديم كان هيئ بينه كل المستلزمات الضرورية يعني للقادمين من الخارج، ما يحتاج أي شيء. الخانات موجودة لمبيته ومبيت بضاعته، وحتى الدواب اللي جاء بها أيضا لا. موجود مبيت لها. حمامات موجودة داخل السوق للاستحمام، المقاهي موجودة للراحة وللمعاملات التجارية وغيرها كثير موجود، توفرت بها أسواق الموصل. أسواق الموصل القديمة يمكن نقسمها إلى ثلاث أسواق رئيسية. تلاحظ أنه يعني تقسيم الأسواق، السوق الرئيسي وسوق الموصل الكبير، يسمونه احنا نسميه السوق الكبير أو سوق الموصل الكبير. هذا السوق الكبير مقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية: سوق باب الجسر، سوق باب الطوب، وسوق باب الصراي. وكل سوق من هاي الأسواق احتوت على أسواق تخصصية فرعية تابعة لسوق لأحد هذه الأسواق الثلاثة. يعني إذا جينا مثلا نتكلم عن سوق باب الجسر، إيش بيه؟ يعني راح يظهر لنا مجموعة من الأسواق المتخصصة: سوق تحت البناغة مثلا، سوق الحديدين، سوق يسمونه سوق المعاش مثلا، أو سوق معاش العسكر في السابق. نجي على باب الطوب راح نلاحظ بين سوق هرج، سوق الفراوي، سوق الأطرخشية، سوق الخيل. إذا انتقلنا إلى مثلا سوق باب الصراي راح نشوف سوق الخبيزين، سوق السوفاجية سوق السغيجين، سوق الصفيغين وغيرها من الأسواق. هذه الأسواق بمجموعها شكلت صورة أسواق مدينة تجارية صناعية تجارية بالضبط. دكتور يعني بعيد عن الأسواق، حتى نلاحظ أنه الإخوان هوني
ما جيد يشتغي بس ينزل على السوق او على الخان، اشنو هذا السر اللي يجذب الجميع؟ ايه هو يعني تلاحظ هو السوق دائما احنا عندنا باسواق الموصل مثل ما ذكرنا هي ما بس اسواق للتبضع او اسواق لممارسه النشاط الاقتصادي البيع والشراء، لا بالتاكيد اسواق الموصل ايضا تؤدي وظائف اجتماعيه وثقافيه. يعني احنا هون نتكلم عن نشاه السوق وتطورت، ليش ذكرنا انه اسواق الموصل تطورت في عهد الحكم المحلي؟ احنا لازم نربط شيء مع شيء. احنا عندنا اسواق الموصل تطورت على يد منو؟ على يد الاسر المحليه. على راس هذه الاسر المحليه عندنا الاسره الجليليه. الاسره الجليليه هي ايضا كانت اسره تجاريه، وبالتالي هاي الاسره من جد استلمت الحكم بالعراق ايش عملت؟ شجعت على النشاط التجاري والنشاط الاقتصادي والصناعي. بالضبط. فنذكر مثلا على سبيل المثال احد الولات من بيت الجليلي اللي هو محمد باشا ابن محمد امين باشا الجليلي اللي هو في اواخر القرن الثامن عشر سهل عملية التجارة في الموصل وشجع حتى ابناء الاقليات الاخرى من اليزيديين من المسيحيين وغيرهم الساكنين جوار الموصل، شجعهم على القدوم وحمايتهم وتوفير كل المستلزمات الضرورية حتى يجون يتاجرون. فتلاحظ نشطة العلاقات التجارية بين الموصل وسنجاغ مثلا. كانوا أيضا عندنا من أهل الموصل كانوا يروحون إلى مدن قريبة من الموصل، إلى سنجاغ وإلى تل عفار وإلى مدن كثيرة، يحاولون من هناك التعامل التجاري مع أسواق الموصل، يجلبون البضائع وأيضا يصدرون بضائع إلى هذه المناطق. فإذا السلطة المحلية اللي كانت في مدينة موصل هيئت الظروف المناسبة لنشاط أسواق مدينة الموصل. طيب دكتور، إحنا أيضا ما دام نتحدث عن الأسواق خلينا ننتقل إلى موقع ثاني من هذه الأسواق وبنتحدث عن تاريخه، وحتى يخشى أيضا المشاهد جمالية الأسواق مالنا اللي عاد تتحدث عنه والحركة التجارية بهذه المدينة حقيقة في أسواق رأس الجسر. إذن أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل للحديث عن هذه الأسواق في باب الطوب في منطقة باب الصراي بغاس الجسر، تابعونا. كانت أسواق الموصل تشتهر بإنتاج وبيع وتصدير منتجات عديدة على رأسها المنسوجات والأقمشة الصوفية والقطنية والحريرية، ولا يزال نسيج المرسلين يمثل علامة تجارية خاصة بالموصل. وكانت التجارة الفرنسيين والإنجليز يشترون الأقمشة الموصلية فضلا عن منتجات العفص والسمن والماشية والتمر والقفطاس والخيول. من جهة ثانية فإلى جانب الأسواق التجارية تقف المهن جنبا إلى جنب مع هذه الأسواق التجارية، فهناك مهن صياغة الذهب والحدادين والنقاش والصفار والبزاز والخياط والسقال والبرعجي وغيرها من المهن التقليدية التي تحتاج إلى مهارة وصبر واتقان، كما كان يتطلب الكثير من جهد والوقت والدقة. فأدت هذه المحلات والدكاكين خدمات مهمة لأهل الموصل والمدن المجاورة بما وفرته من خدمات ومواد ومستلزمات ضرورية. لم تكن أسواق الموصل القديمة مجرد أسواق لبيع وشراء، بل كانت تقوم عليها مجموعة من القيم والتقاليد والعادات والأعراف جنبا إلى جنب من الناحية المعمارية والاقتصادية، فتشكلت من خلالها الثقافة الموصلية في التجارة والبيع والشراء. فاختزلت هذه الأسواق القديمة عادات أهالي الموصل وتقاليدهم، وكانت الرابط الوثيق الذي ربط بين سكان الموصل كجزء لا يتجزأ من تقاليد المدينة، مستمد من تاريخها ودينها وعادات أهلها وعرفها، لا سيما أثناء عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق.
إذا أحبتي المشاهدين، عدنا وإياكم للحديث عن تاريخ هذه الأسواق وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للتجارة. والجميل بالموضوع حاليا نحن وعن صور نلاحظ أنه بقت الاختصاصية مال الأسواق. هسه حاليا نحن سوق السبع أبواب اللي هو مختص بالأنسجة أو الأقمشة أو الأمور النسيجية. فهذا الموضوع أكيد راح يتحدثنا بينه الدكتور محمود صالح. دكتور، يعني فارق الزمن ما أثر على التخصصية ماله، وحتى على التصميم، يعني بغض النظر عن ما آلت إليه الأمور ما بعد التحرير من دمار، من تخريب، من أثناء العمليات العسكرية اللي أثرت على الأسواق، أثرت على المدينة بصورة عامة، لكن رجعت بطراز المعماري ورجعت أيضا باختصاصاته. سوق العطيغين معروف، كل العطيغين، سوق الصابون اختصاص صابون، مثل ما ذكرت سوق السبع أبواب اللي هو الأمور النسيجية والأقمشة. فتحدثنا عن هذا الموضوع، وهم العالم غيحين جايين، هم خذوا راحتكم عادي عبغ هي الحركة التجارية الموجودة بالمدينة. القوة يا بالقوة، حلاوتها ظلت وهميتها ظلت. يعني بعض المرات يقول لك لا، انفتحت مولات وانفتحت أسواق بالأيسر بس مع هذا كله بقت هذه المنطقة منطقة تجارية. تحدثت دكتور. أكيد أستاذ زياد، لا شك أنه واحدة من أهم خصائص الأسواق القديمة لمدينة الموصل أنها تخصصية. فمثل ما ذكرنا السوق يعني يطلق عليه بمجموعه سوق الموصل الكبير. هذا السوق الكبير ينقسم إلى ثلاث أسواق رئيسية، قلنا سوق باب الصراي وباب الطوب وباب الجسر. كل سوق من هذه الأسواق أيضا تتفرع إلى أسواق تخصصية. فهسه احنا مثلا في سوق باب الجسر يتكون من مجموعة أسواق تخصصية. احنا الآن في قيصرية مشهورة وقديمة، حتى التسمية تلاحظ أستاذ زياد، اسمها تسمية قيصرية السبعة أبواب. تلاحظ البعد التاريخي واضح جدا في أسواق الموصل القديمة. سلام. يعني عندنا هاي التسمية موجودة منذ العصر الأتابكي، قيصرية السبعة أبواب. سوق الشعيغين عندنا هذا موجود منذ العصور الإسلامية التسمية مالته. فتلاحظ دائما هذه المدينة بأسواقها هي مسكونة بالتاريخ، دائما البعد التاريخي يعني حاضر. ليش؟ لأن المدينة حاضر وحافظ وحافظ. فدائما تلاحظ أنه هذه المدينة هي من الحواضر الإسلامية المتميزة اللي دائما البعد التاريخي موجود فيها على مستوى التسمية وحتى على مستوى البناء. نعم. فتخشع يعني منذ القدم ولحد هاي اللحظة أسواق الموصل القديمة تلاحظ الدكاكين مالها صغيرة، ما مثل الأسواق الحديثة اللي تتميز بالسعة. أسواق الموصل الكبيرة يعني حتى الرحالة من يجون يقولون نزور أسواق الموصل القديمة، السلام عليكم، يقول نلاحظ بهذه الأسواق أنها دكاكينها صغيرة، أشبه بالدكاكين التي تباع فيها السلع الثمينة. نحن افتقدنا إلى قيصرية مهمة جدا اللي هي قيصرية السبع أبواب، سباهي بازار دكي، ومثل ما تفضلت دكاكين صغار بالضبط. وهذه يعني الأسواق والقيصريات منتشرة بشكل كبير. هسه احنا في هذه القيصرية، قيصرية سبعة أبواب، بجانبها كان اكو قيصرية سوق العتمي يسمونه، نعم، مشهور بالموصل اللي يباع بينه الأقمشة أيضا. فتلاحظ انه هذا الجزء اللي هو الجزء الجنوبي الشرقي من السوق الموصل الكبير يتميز بتركز بيع وتجارة الأقمشة، نعم، هذه الدرجة الأساسية. بعكس مثلا الجهة الجنوبية الغربية اللي هي تتميز بيعني سلع مختلفة. نعم. تلاحظ أيضا بأسواق الموصل نتيجة اعتزاز أهل الموصل بالمهن والحرف، يعني دائما ينتسب إلى المهنة مالته. نعم. فتخشع بيت البزاز وبيت الصابونشي وبيت القزاز وبقت هاي التسميات من ذاك الوقت حتى إلى حد الآن، ولحد الآن باقية موجودة. بيت الأطرخجي وبيت السوفاجي وبيت كل هاي التسميات، بيت العطار، بيت الصاير، بيت الصاير، كل هاي الانتساب
يعود إلى المهنة أكثر ما يعود إلى القبيلة أو العشيرة. هذا إيش يؤشر؟ يؤشر إلى اعتزاز أهل الموصل بمهنهم، اعتزاز أهل الموصل بما يقومون به من أعمال. وبالمناسبة سوق الموصل الكبير بما يحتويه من أسواق متخصصة ما اقتصر بس على التجارة، حتى الجوانب الصناعية موجودة، الجوانب التجارية موجودة. فعندنا الصناعية مثلا سوق الصفيغين، سوق السراجين وغيرها من سوق الصقالين. هذا كله هذه أسواق تنتج بضائع كثيرة تحتاج السوق المحلية والسوق المجاورة وحتى السوق العالمية. نعم. دكتور محمود، يعني للأمانة كوي أخلاق أصحاب المحلات بصورة عامة إذا كان عطاري كوي تعكس التجارة أيضا. بالضبط، أخلاق كلش عالية بالتعامل بالأمانة بالصدق. بالضبط. بالدقة بالكلام. وطبعا هي ما هسع، يعني المؤرخين القدماء الرحالة بن جبير مثلا يقول ما عندما تأتي إلى سوق الموصل تجد فيها كرامة للغريب، يعني يحبون. نعم. الغرباء يتعاملون معاهم ووجههم طلق وبشوش. نعم. وأهم شيء طبعا بالمناسبة أيضا هاي ميزة الرحالة الأجانب الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين عندما زاروا الموصل قال أبرز سمة من سمات أسواق الموصل أن أسعارها بخيسة. يعني أشنو أسعارها بخيسة؟ يعني أسعارها رخيصة. وأيضا لاحظوا بأسواق بالضبط ضحك عليهم يضحك بالضبط يبتسم بالضبط يعني ما أي واحد هسه ضحك عليهم يبتسم بوجهك. طبعا ما الله يحفظكم الله يحفظكم يرزقكم يا رب. هاي تعامل أهل الموصل ميزتنا صراحة وتجارة. بالضبط. وأيضا السلام الله وبركاته السلام. وأيضا الأسعار مالهم مثل ما قلنا رخيصة. نعم. وأيضا تتميز أسواق الموصل بكثرة السلع، كثرة المعروض. دائما تخشى أسواق الموصل مليئة بالبضائع، مليئة بالسلع، مليئة بالحاجات، بحيث أنها متنوعة، بحيث أنه تيجي على سوق على السوق الموصل الكبير كل شيء تلقي، كل شيء تلقي من خضر ما تطلع فارغ، ما تطلع فارغ. اللي ببالك تحصله بالضبط تلقينه. إذا كان مخضر مثل ما عندنا حتى المخضر دكتور وفرونه، حتى اللي يجي يسوق بالكامل عطارة أو قهوة أو إلى آخره أو يابسات. بالضبط. أو أقمشة في السابق هذا هسه إحنا عمر بينه كان قبل يسمونه سوق العلوة. نعم. علوة. أو اليابسات. أو اليابسات بعدين. نعم. صار هذا أيضا سوق قديم من أسواق مدينة الموصل اللي كان موجود وكان ينشط وكان يستقبل البضائع من مختلف أنحاء البلدات الموصل المجاورة. كان يجينا البصل من بعشيقة ومن بحزاني، كان يجينا التين المجفف من سنجار. يعني التين المجفف كله موجود. بسيرة التين المجفف يا ريت الشباب اللي معانا الله يحفظ المصورين كله موجود. كله هذا التين المجفف هاي ما عليه منطقة، هذا ما سنجار لازم ما بيها مجال. نعم. فتلاحظ هذا عراقي الحبية البيبون كل شيء متوفر. الله يزيد يبارك تبارك الله الله يوفقك. فتلاحظ انه الاسواق الموصل القديمه مليئه بالسلع المتنوعه تتميز باسعارها المعقوله المناسبه. نعم. وايضا التعامل الجيد، التعامل الحسن، التعامل تجد البشاشه في وجوه اصحاب المحلات فتخشع يتعاملون معهم. وما بس هكذا، حتى كثير من اسواق الموصل المتخصصه تخشع ياخذ ويسدد بعدين. نعم. يعني يجوا من القرى من الأرياف يسوق أو حتى من المحلات أو حتى بالمحلات عفية ياخذ وبعد ويسوق ويسدد بعدين. نعم. هذا دليل على أشنو الثقة الموجودة واللي يتعاملون بها فيما بينهم. التنوع أيضا كان موجود في أسواق الموصل مثل ما قلنا حتى اجتماعيا. فتلاحظ أنه بالأسواق الموصل موجود المسلم والمسيحي واليهودي، وحتى كان هناك يعني في مناسبات معينة مثلا يوم السبت تخشع اليهود غير موجودين. عندك على سبيل المثال سوق القصيبين القديم أو يسمونه سوق اللحم القديم. سوق اللحم القديم كان هناك قصابين مسلمين وأيضا يهود، وكانوا أيضا اليهود عندهم على سبيل المثال يوم معين أو عندهم يعني ذباح خاص بهم. تلاحظ أنه كل أسواق الموصل مثل ما ذكرنا تميزت بالتنوع الشديد
وايضا تميزت بالتخصص الشديد. جنبا الى جنب مع التعاون او التشارك او خلينا نقول النشاط اللي كان يتميز بينه اهل الموصل مع اهل القرى والارياف المجاوره. عندنا من الاسواق المشهوره في مدينه الموصل عندنا مثلا سوق هرج، عندنا سوق الصوافه، يعني منتجاتنا حاضره سوق مثل ما قلت بالضبط، الزبيب، السماق، سوق السقط وغيره كثير حقيقه من الاسواق. السلام عليكم. ايضا دهن الحار. هذا كان في السابق زيت الزيتون، كان له علاقه ب بالمنتجات الحيوانيه اكثر شيء. وتخشى احنا دائما في فصل الربيع كانت تنشط الاسواق في الموصل، خصوصا بيع الصوف، مجيء الدهن الحور، لبن الخاثر، غيره من موسم الزيتون او موسم الزيتون، تخشى تجي القرى الفاضية والعسل يمكن هم اكو موجود. العسل موجود من عقراء، من الشمال، من النعماديه، من كل المدن. فتلاحظ حتى على مستوى مثل ما قلنا الاقمشه كانت تجي ايضا من زاخو، تجي من عقراء، تجي من مختلف المدن المجاوره لمدينه الموصل. فاذا تلاحظ انه التميز اللي تتميز بينه مدينه الموصل انه احتوت على السلام عليكم الانشطه واللي تميز الاسواق بصراحه. باعت النوم البصغه او الزبيب او تمر الهند اكيد، وللامانه عندنا شربه الزبيب بالموصل متميز. ايري اشنو؟ هاي اقول لك ايري، هذا والله فغ شيء ايري، يعني فغ شيء هكذا مميز ايري يختلف ما مثل موجود شربت بكل مكان. ليش هذا نابع بس من بالموصل ايري؟ اتقانم للصنعه، حبهم لهذه الصنعه، يعني عنايتهم النظافة اهم شيء. النفس مالتهم النظافه، نظافه المحل، تخشعه اتقانم للعمل، هذا كله يدل على ايش؟ على نحن هم غادي لنا حلقة على الأكلات. على الأكلات طبعاً. الأكلات القديمة التراثية اللي انقرضت، وله موضوعنا عن الأسواق، بس ما دام عن نشرب عصير أو شربة زبيب، عندنا أكلات انقرض مثل المبرغلة، مثل الزبيبية، مثل اللبنية. نعم. هاي أكلات انقرضت هسه، حتى لو قلنا مبرغل، أشنو برغل؟ ما العلم كان فوق الشيء صحي. هذا موضوع الأكلات إن شاء الله ناخذه. نتفق مع السيد المخرج ان شاء نعمل الله نعمل حلقه عن الاكلات. هو استاذ علي هو طبعا نفسه ما شاء الله. اذا نتكلم قليلا يعني عن هذا الموضوع، نعم، تلاحظ انه حتى اكلاتنا كانت عباره عن من اهم خصائصها انه تلمي، انت ما تقدر تاكل هاي الاكله بوحدك، لازم تلم جماعه معك، اهلك، عائلتك، اصدقائك، بعكس الاكلات او تعزم بعكس الاكلات الحديثه اللي هي الهمبرجر وغيرها، ما تقدر تاكلها مع جماعه الا بوحدك. ما فتميز ايضا اكلاتنا بانها لميه، الدورمة نفسها من تاكلها ما تقدر تاكلها بوحدك، زنجر ما زنجر، هاي شغله هذه الزنجر والله ما اعرفها ما طيب تاكلها بوحدك. و اي غد حلقه خاصه عن الاكلات. نعم، إن شاء الله. بس نرجع على الاسواق دكتور، يعني بصراحه كل ما يحتاجوا البيت تلقينه هوني، صح، وكل ما يحتاجوا ايضا التاجر او صاحب المحل تلقينه هوني، صح، اذا كانت مواد غذائيه او كانت الى اخره. طبعا هوني اذا حق استاذ زياد، احنا مثل ما قلنا ايش يحتاج البيت الموصلي راح يلقينه هوني. بالمقابل كانوا ايضا اهل الموصل ياخذون جميل جملين بحمل معين ويذهبون بينه الى الارياف والقرى، ايضا يتاجرون يعرضون بينه الخيوط والاساور والاقمشه والجواجيم وغيرها، فيصير عمليه تبادل مقايضة بالضبط. فهي تلاحظ كل هاي وشائج جعلت من مدينة الموصل مركز تجاري هام في المنطقة، مثل ما ذكرنا، ما بس على صعيد أنه يوفر سلع لأهل الموصل، بل أنه حتى يوفر سلع وخدمات وصناعات إلى البلدات المجاورة وإلى الدول المجاورة، بل وحتى إلى الدول الخارجية مثل أوروبا وغيرها. دكتور، يعني إحنا أيضا نستغل تواجدنا اليوم ونسمع آراء المواطنين، يعني أكيد أو أصحاب محلات طبعاً ذكرياتهم، لأن أغلبيتهم أباً عن جد، أنت قلت خوش كلام يعني من بيت فلا، فإذا متوارد فيها خلينا نلتقي أيضاً بالمواطنين، نرشع آراءهم، نرشع ذكرياتهم عن هاي الأسواق الحلوة وأش اختلفت أيضاً. إذا أحبتي المشاهدين،
نحاول انه ايضا نلتقي بالمواطنين، نسمع ارائهم مقترحاتهم، ايضا ذكرياتهم عن هذه الاسواق الحلوه في مدينه الموصل. تابعونا. يعني هي رغم انه اختلاف التقدم والتطور اللي صار واللي ظهر والمولات اللي ظهرت والاسواق وهل بس لكن بس تبقى يعني هاي خلينا نقول الاسواق القديمه لها روحانيه خاصه، لانه هي من عبق التاريخ القديم مع الموصل. يعني اي مصطفى يمكن حتى ولد صغار كذا يعني ابهاتهم تورثوها عن ابائهم واجدادهم، فكلهم يحكون انه على اسواق الموصل القديمه، وهاي اللي بيها روحانيه خاصه. وشفت دائما المحلات رغم انه يعني قد قدمها وكذا، لكن تبقى يعني بالقلب موجوده، لانها يعني تمثل يعني شلون نقول لك تراث واصل هويه المدينه، تراث المدينه وروحانيه المدينه اللي ما نستغنى عنها. فيعني الساعه مثلا اليوم يوم عطله وكذا، واكو اسواق واكو كذا، لكن تبقى انه هذا المكان اللي هو ميزة خاصة. تشتغل شيء له هاك الزياره. والله اغلب الاوقات اجي مثلا يعني اجي اشتري او ما اجي اشتري، بس افتدى بالاسواق القديمه يعني بسوق التنكشيه وباب الصلاه وهالمكانات، يعني لها يعني غير طعم خاص. غير طعم خاص طعمها. اسواق طبعا احنا اسواقنا هذا سوق باب السراي. سوق باب السراي طبعا سوق يعني سوق اثري حضاري قديم جدا، يعني من سنه 1776 تاسس هذا السوق باب السراي. وهذا سوق باب السراي متقسم عده اقسام، وكل اقسام تخصصيه، يعني عندك سوق العصارين، سوق تخصص كله عطارين، عندك سوق البزازين، سوق اللعب، سوق القهوه، سوق المفروشات، سوق الحدادين، سوق الفحامين، سوق العطور، هذا كل واحد اسواق وكله متخصص كل من بعمله. نعم. انفتحت مولات وانفتحت اسواق جديده وانفتحت بس نخشى يبقى اقبال المواطن على هاي الاسواق. اكيد إيش؟ اكيد هذا الاسواق القديمه هي لها نكهه خاصه. يعني هسه كل يعني انت اذا تلاحظ هسه بالجديد، اذا تلاحظ انه كل الوفود اللي تجي من الخارج كلها تيجي وين تتوجه؟ تتوجه للاسواق التراثيه القديمه اللي هي من ضمن احنا اسواقنا، لها نكهه خاصه ولها تاريخ ولها يعني حتى يعني شكل اشكال الاسواق تختلف عن اسواق الجديده، يعني اثريه قديمه جدا. نعم. الاسعار مالكم قبل ان اودعك. طبعا الاسعار مالنا اسعار كلش ممتازه، يعني احنا اسعارنا كل اسعار جمله وتقريبا نخلي ارباح قليله جدا. يعني ولهذا تشعل كثير حتى تستقطبون. الناس عن نستقطب الناس وعن نرجع الاسواق على تاريخ عهد القديم. ادى ازدهار الاسواق والحركه التجاريه الى تحول الموصل الى سوق كبير، نمت مجموعة من الأسر التجارية التي أصبح لها نفوذ اقتصادي واجتماعي كبير، قامت بالمساهمة في تقديم الكثير من الخدمات سواء على المستوى الخدمي كإنشاء المقاهي والحمامات، أو على الصعيد الثقافي والمعماري كإنشاء المدارس والمساجد والكنائس. وكان من نتاج ذلك أن تنشط الوقف في هذه الحقبة المهمة من تاريخ المدينة، لا سيما في حقبة الحكم المحلي في القرن الثامن عشر وما بعدها، ومن أشهر أسواق الموصل التي يمكن إيرادها سوق باب السراي وسوق باب السر وسوق باب الطوب وسوق العطارين وسوق الشكرشية وسوق الحبارين. وقف إلى أنبائها الخانات والقيصريات كخان المفتي وخان البالوز وخان الجمرك، ومن القيصرية القيصرية العبدالية وقيصرية السبع أبواب وقيصرية الكونجية وغيرها كثير. فبعد أن كانت هذه الأسواق الموصل مجرد سوقين صغيرين، أصبحت تحتوي على عشرات الأسواق والخانات والمحلات والقيصريات، حتى وصل عدد الخانات إلى أكثر
من 15 خانا سنة 1766 ميلادية، ونظرا لما تشهده مدينة الموصل من عملية إعمار وتطوير واقعها الاقتصادي، فإن إعادة افتتاح الأسواق القديمة يتطلب إيصال الخدمات إليها، وإن تضافرت الجهود لإعادة إحياء أسواق الموصل القديمة كجزء من محاولة تبني عودة النشاط الاقتصادي للمدينة. إذن أحبتي المشاهدين، بعد هذه الجولة في أسواق مدينة الموصل وشرح لنا الدكتور محمود صالح عن أهمية هذه الأسواق، وأيضا وثقنا بعض الصناعات أو بعض المواد حاليا اللي هي منتج محلي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج تراث الموصل، انتظرونا في لقاء آخر وحلقة ثانية. تقبلوا تحيات كادر العمل، تقبلوا تحياتي أنا زياد الصميدعي، إلى اللقاء.